نوبة وعم سمعان اللهفان. مين هي زنوبة وازاي اتحولت لرزان؟ مين هو عم سمعان اللهفان وايه حكايته مع رزان ولا زنوبة؟ والواد، الواد ايه حكايته؟ يا ترى شالوه من على الأرض ولا سابوه؟ هذا وأكثر ما سوف نعرفه قريبا في حلقات زنوبة وسمعان اللهفان بقلم ورواية الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي. انتظرونا. أهلا بمتابعي حسابات الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي على تويتر، سبريكر، أنكر واليوتيوب. هذه هي الحسابات الوحيدة المسموح لها أن تنشر كل ما تكتب الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي أو تبث من إنتاج درامي أو أدبي أو علمي. كل من يستمع أو يتابع هذا الإنتاج على غير هذه القنوات الشرعية للأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي، سواء كان السارق أم من يتعاملون معه، يخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ويوما ما سوف نحصل على حقوقنا بالكامل. We'll be right back.
النهاردة معدنا مع الحلقة الرابعة من حكاية زنوبة وسمعان اللهفان. احنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت على عباس بعد ما عرف ايه اللي بيعمله ابوه في البيت اللي شافه فيه في الحسين، وعرف انه متجوز المعلمة اللي بتسرح الشحاتين. الحقيقة هو كان عايز يرجع البيت، بس قعد مدة قلقان جدا مش عارف هيقول للست فكيها والدته ايه. يا ترى يقول لها الحقيقة ولا يكذب عليها؟ يا ترى هيحكي لها حكاية ابوه اللي عامل فيها شحات الغرام ولا هيسكت؟ لما رجع عباس ووصل البيت لقى أمه فكيها قاعدة مستنياه بفارغ الصبر وفي حالة يرسى لها. أول ما شافته قالت له: هي يا ابني، نشفت ريقي، عرفت حاجة؟ رد عليها عباس وقال لها: أيوة يما. ردت عليه وقالت له: ما تقولي يا ابني اللي عندك، نشفت ريقي. عباس ابتدى كلامه وقال لها: لا ابدا، هو ابويا طلع بيروح شقه واحد صاحبه بيقعد معاه ياكل لقمه وينزل مغير هدومه وينزل على المهندسين عشان يقعد قدام البنك ويشحت زي ما حكيت لك المره اللي فاتت. ادي كل الموضوع. ردت فكيها على ابنها: طيب يا ابني الله يطمنك، خش انت استريح دلوقتي على ابوك ما يوصل. رد عباس بقلق وهو بيقول لها: اوعي يما تقولي له اي حاجه، ولو عرف باي طريقه اوعي تجيبي له سيرتي، ده هيموتني. ردت فكيها على عباس وقالت له: ما تخافش يا ابني، ما تقلقش، الموضوع ده عايز تفكير، ما يتخدش كده بالفهلوة، لما يجي أوانه لو سمعت مني أي حاجة بكلم فيها أبوك اعمل نفسك مش عارف أي حاجة ولا كأنك هنا، مفهوم؟
رد عباس على الست فكيهة: طيب يما كتر خيرك، أنا كنت مرعوب، ربنا يخليكي ليا. حق ده لو كان عرف إني مشيت وراه كان قطعني. ردت فكيهة عليه: لا يا ابني اطمن، هو أنا اتجننت؟ ده أنت الكبير الغالي. عباس كان هيموت من القهرة إنه كذب على أمه، بس كان محتار يقول لها إيه، تعرف إنه شحات ولا تعرف إنه اتجوز عليها؟ مصيبتين مرة واحدة تقيلة عليها. فقرر يكذب وقعد يدعي ربنا يعدي الموضوع على خير. الست فكيها بعد ابنها ما دخل يريح شوية قالت لنفسها: صاحب ايه ده اللي في الحسين اللي عمري ما سمعت عنه؟ الموضوع ده فيه إنا، انا لازم اروح اشوف بنفسي ايه الموضوع. شكل الواد مخبي حاجة، وانا مش هستنى اما الاقي مصيبة، لازم اعرف ايه اللي ورا ابوه. عموما بكره يحلها الحلال. في نفس التوقيت ده زنوبه كانت بره البيت بتقابل صاحبتها سوكا. سوكا شافت زنوبه متغيره فقالت لها: مالك يا بنتي يا زنوبة، وشك مقلوب كده ليه؟ شكلك مش على بعضك. ردت زنوبة على سوكا وقالت لها: لا مفيش، بس على يدك أم حسن خلت الحارة كلها تقول عليا وش البومة وغراب البين، ولا بقيت عارفة أخش عندها ولا حد تاني خالص من الحارة، حتى صحباتي قطعتهم. ضحكت سوكا وقالت لزنوبة: ولا يهمك يا بت، الأحسن الكل يعمل لك ألف حساب بدل ما يستوطوا حتك ويتمنظروا عليكي. ضحكت زنوبة وقالت لها: تعرفي انت برضو عندك حق، كانوا زمان يشوفوني رايحة ولا جاية تقولش شافوا الهوى ولا كأنهم قابلوا حد، لا سلام ولا كلام. دلوقتي اول ما يلمحوني يجروا يستخبوا، واللي فتح بابها تقفله.
الهبة حلوة برضو يا بنت يا سوكا. قالت لها أيوة مش قلتلك. على كل أنا عندي فكرة. قالت لها إيه؟ فكرة إيه؟ قوليلي بسرعة. سوكا قالت لزنوبة: فاكرة الفيلم بتاع شادية وصلاح ذو الفقار اللي كانت بتروح فيه السينما وتتخمص الشخصيات اللي بتشوفها في الأفلام؟ زنوبة ضحكت وقالت لها: آه، بس إيه اللي جاب ده لموضوعنا؟ قالت لها: استني بس ما أنا هفهمك. أنا كان في واحدة ضايقتني زيك كده، وناس شروا عليا أروح لواحدة من اللي بتعمل الأسحار والأعمال عشان تعمل لي عمل يودر اللي عملت لي المشكلة. زنوبة ترعبت وقالت لها: بتقولي إيه؟ رحتي لوحدة عملت لك عمل عشان تودر اللي زعلتك؟ قالت لها: آه. قالت لها: وإيه اللي حصل؟ قالت لها: عينك ما تشوف إلا النور على اللي حصل لها. زنوبة قالت لها أشتتا أشتوت يجعل كلامنا خفيف عليهم. لا يا أختي أنا أخاف. قالت لها: ما تخافيش، أم الشملول موصوفة ومتجربة، ما تقلقيش، دي واحدة مبروكة واللي بتعمل عمل ضده عاديك على اللي بيحصل. سوكا لقت زنوبة مرعوبة ووشها راح ميت لون. قالت لها: يا بنت ما تخافيش، ده انت طول عمرك جريئة، امال اللي جرالك؟ قالت لها: لا انا بخاف، افرضي عملت فيا حاجة. قالت لها: بقولك ما جرباها، ما تقلقيش، بس في حاجة، الغاوي ينقط بطاقيته. قالت لها: يعني ايه؟ قالت لها: يعني بطلي البخل وشغل اليهود اللي انت فيه ده، حلي كيسك.
الست هتطلب شيء وشويات عشان تعمل لك اللي انت عايزاه. قالت لها طب ابقى اشوف. قالت لها ما فيش تشوفي، هتحلي كيسك يعني هتحلي كيسك وهي هتعمل لك عمل. على ام حسن هيودرها ويتبطل تجيب سيرتك من اصله. زنوبة قالت لها طب سيبيني افكر شوي. قالت لها ما فيش تفكير، احنا الجمعه الجايه ناخد بعضنا ونروح لها. اسمعي انا عايزه اقول لك على حاجه كمان، انت مش حكيتي لي على الواد رمضان؟ زنوبة بصت لها وقالت لها ايه اللي جاب سيرته دلوقتي؟ ايه اللي دخل الواد رمضان في الموضوع؟ قالت لها ما هي كمان ممكن تعمل لك حجاب محبه يخلي الواد رمضان يقع فيكي. زنوبة ضحكت وبصت لها قوي وقالت لها بتتكلمي جد يا بنت يا سوكا؟ قالت لها ايوه طبعا بتكلم بجد، دي متجربه. اما يا بنت يا سوكا لو ده حصل يبقى لك الحلاوه. سوكا ضحكت وقالت لها حلاوه؟ بس انت ادفعي مصاريف الست وخلاص. الحلاوه قال. زنوبة ضحكت وقالت لها الواد رمضان مطنشني وبيجري ورا البت نعيمة بالمشوار، حقق لو كلامك اتحقق هحليلك بقك. سوكا ضحكت وقالت لها خلينا ورا الكذاب لحد الباب اما نشوف هتعملي ايه. زنوبة ضحكت وقالت لها خلاص معادنا الجمعة الجاية زي ما اتفقنا بعد الصلاة، وحجيب اللي حقدر عليه وربك يسهلها. سوكا قالت لها بس خلي بالك هي بتبقى عايزة قطر من اللي هتعمل عليه الأسحار. زنوبة بصت لسوكا وقالت لها قطر؟ يعني ايه قطر؟ قالت لها يعني حاجة من ريحة الست أم حسن، كوباية شربت فيها، حاجة استعملتها، طبق أكلت فيه، حاجة من كده يعني. قالت لها الأول كان سهل، كنت بقعد عندهم في البيت واتغدى كل يوم جمعة، كان ممكن أسهيها واخد حاجة، لكن دلوقتي مش بقدر أعتب ناحية شقتها، هعمل إيه؟ فكرت شوية سوكا وقالت لها طب بصي انت عليكي وعلى الزبالة، هتشوفي الزبالة بتاعتهم وتفرزيها وتحاولي تشوفي حاجة من الست بتستعملها، ما انت كنت بتقعدي عندها كتير واكيد واخدة بالك. قالت لها ايوة واخدة بالي. قالت لها تمام انت عليكي وعلى الزبالة لحد ما تلاقي حاجة من قطر الست ام حسن تجيبيها معاكي وانت جاية يوم الجمعة الجاي عشان نقطع عرق ونسيح دم على طول بدل ما كتر المشاوير اللي ملوش لازم. قالت لها دي شغلانة دي كمان بس هحاول زي بعضه. وسابوا بعض على ميعاد انهم يتلاقوا الجمعة اللي بعدها بعد الصلاة. I'm
يا ترى الست فكيها عملت ايه عشان تتأكد من كلام ابنها عباس؟ وزنوبة عملت ايه عند الست ام شملول مع صاحبتها سوكا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية ان شاء الله من زنوبة وسمعان اللهفان. طبعا حلقة النهاردة كان فيها موضوعين مهمين جدا، موضوع تعدد الزوجات، والموضوع التاني الناس اللي بتشتري الأسحار أو بتعمل الأسحار عشان تأذي اللي حواليها وعشان تنول مرادها لما تعوز. الموضوعين دول عايزين تعليق طويل، هنعملهم في حلقة مخصوص من حلقات يوميات روز. دي كانت حلقة النهاردة من حكاية زنوبة وسمعان اللهفان، وعلى لقاء قريب في الحلقة القادمة إن شاء الله. كانت معكم الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي، كاتبة وراوية حكاية زنوبة وسمعان اللهفان. إلى اللقاء.